السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. النهاردة آخر يوم في الأسبوع بتاعنا، ختامها مسك زي إن شاء الله دايما متعودين مع بعض. امبارح كان في مظاهرة، كان في طلب اتحول لمظاهرة، كان في طلب أنا عايزة صينية الجلاش من غير بيض، ويا سلام لو من غير بيض ومن غير لبن كمان. طبعا دي بالنسبة لناس كتير كارثة. احنا متعودين صينية الجلاش لازم لازم وانتي مغمضة كده، ده فولكلور يعني، ده تاريخ ميراث. صينية الجلاش لازم كوباية البيضة ومضروبة على كوباية اللبن ومضروبة عليها بيضتين وشوية فلفل اسود. طب ازاي لو انا مثلا عندي ولاد او عندي فرد في العيلة فيه عنده حساسية ضد البيض او ضد اللبن، نعمل ايه؟ ودي بقت للأسف انتشرت قوي الفترة دي، حساسية البيض وحساسية اللبن. نأكلهم جلاش ازاي؟ فامبارح حبيبتنا اتصلت قالت انا عايزة صينية الجلاش من غير بيض. اتفاجئت ان بقيت الحلقة كلها كل التليفونات عايزين صينية الجلاش من غير بيض. على الصفحة عندي بعد الحلقة على طول اعمل لنا بكرة زي حبيبتنا اللي اتصلت صينية الجلاش من غير بيض. ازاي اطلعها كده؟ الجلاش اللي باللحمه المفرومه الجميل ده باللون الذهبي الحلو والتوريقه العاليه دي، انا اعرف ان البيض هو اللي مسؤول عن التوريق، وان البيض في الجلاش هو اللي بيورق لي الجلاش ويخلي لي قطعه الجلاش عامله كده. طب انت ازاي عملتي الجلاش ده وسخنه ولسه خارج من الفرن حالا؟ ازاي عملتيه باللون المميز ده وبالشكل الجميل ده والطعم الرائع اخف بكتير من لو فيه بيض وفيه لبن؟ ده اللي هنعمله مع بعض النهارده، ده السر اللي هنفتشه سوا ان شاء الله. يلا بينا نسوي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا، انا هعمل صينيه مستطيله كبيره هحتاج فيها حوالي لفه ونص جلاش على حسب ما تاخد. بعد كده عندي لحمه مفرومه متعصجه على النار ببصل وشويه توابل هنضيفها مع بعض دلوقتي. بضيف على اللحمه المفرومه دي الاضافات دي من عندي انا، حابه تضيفيها زي اهلا وسهلا، مش حابه يبقى كفايه عليكي قوي اللحمه المفرومه اللي متعصجه بملح وفلفل اسود. ايه الاضافات اللي انا بحب احطها على اللحمه المفرومه؟ اي ميكس جبن عندك في التلاجة، فلفل الوان ابقى دخلت فيتامين سي كمان جوه الاكل، شويه زيتون. بعد كده التوابل بتاعتنا، الاول كمان بحط فص ثوم مفروم بيدي طعم حلو قوي قوي للحمه المفرومه المعصجه، بس ما تزوديش. بعد كده التوابل الاساسيه بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، اي بهارات مشكله، ورشه قرفه. اتفقنا قبل كده رشه القرفه على اللحمه المفرومه وهي بتتعصج حكايه، بتوديها في حته ثانيه خالص. تاني التوابل بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، اي بهارات مشكله عندنا، ممكن بدلها كباب صيني لو حابه، ممكن تحطي جوز الطيب ورشه قرفه. بعد كده فص ثوم مفروم اهو، ميكس جبن اي جبن موجوده عندك لو حابه، فلفل الوان متقطع مكعبات صغنونه كده بالشكل ده، زيتون مشكل. طيب انا مش شايفه دلوقتي في المقادير اي حاجه هسقي بيها الجلاش. يا استاذ صلاح صباح الفل عليك، صباح الهنا. ما تجيبليش الحته اللي هناك دي عشان دي سر الصنعه النهارده في الحلقه. خلينا نخمن مع بعض يا جماعه، اتصلوا بيا دلوقتي على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه دي، فكروا معايا هنسقي الجلاش بايه بدل اللبن والبيض قبل ما نقول سر الصنعه. خليه الوقت وبقى يا استاذ صلاح، ايه رايك؟ مو صلاح عايزين جون النهارده في الحلقه ان شاء الله. ادي اللحمه المفرومه عصجناها. يلا يا جماعه عايزه افكاركم، افرضوا انتوا دلوقتي حد فيكم اتصل اداني فكره حلوه اكتر من سر الصنعه اللي انا مجهزه لكم النهارده، ادونا افكار. يلا جيهان صباح الخير. الفل، ازيك يا مساء الخير؟ ازيك يا جيجي، عامله ايه؟ ربنا يصلحك، ربنا يبارك لي في ايدك ان شاء الله. يا رب يكرمك يا حبيبتي ويخليكي. ادعي لي اطلع من العمليه بتاعت بكره على خير. حبيبتي يا رب يصلحك. ربنا يطلعك على خير وتعدي كده زي الفل ونسمع صوتك معانا بالصحه والعافيه يا رب. يا رب احنا وعندي هنا معايا هي في المستشفى بتسلم على حضرتك يا حبيبتي. بقول لك اكلاتك حلوه وانا بتفرج عليك. انت في مستشفى ايه؟ وهي بتحبك قوي قوي قوي. طب بصي طيب ممكن تسيبي لي رقمك مع منى؟ والف سلامه عليكي وتقومي بالف سلامه حبيبه قلبي. منى لو سمحتي انا عايزه رقم جيهان من فضلك. بصوا يا جماعه اللحمه المفرومه اتعصجت اهي ببصل وحطيت قرن فلفل حامي صغنن مش اكتر من كده، وقلت الباقي نكمله مع بعض. هاخد كده زي ما قلت لكم فص ثوم صغير
ويا جماله ويا حلاوته جوه اللحمه المفرومه الفص الصغنطوط ده. شوفي ده هيعمل ايه في طعم اللحمه المفرومه. وقلب بس اتحط امتى؟ بعد ما تعصجت عشان ريحته وطعمه ما تروحش. عسل عسل عسل. قلبي كده كويس. حلو قوي الكلام ده. وهنشتغل بسمنه او بزبده زي ما يعجبك، بنسيحها بس ما تبقاش سايحه سخنه علشان ما تبوش ورق الجلاش معانا. يا دوبك تسيح كده وابعدها بعيد عن النار. بعد ما حطيت فص الثوم تعالوا بقى نتبل مع بعض. اتفقنا نقول التوابل تاني. ادي ملح، حلو الكلام، وادي فلفل اسود. اللحمه المفرومه بتعشق الفلفل الاسود. بهارات مشكله، ماشي، وقرفه اللي هي بصوا قد ايه، شويه قرفه صغيره، ده نص كيلو لحمه مفرومه، القرفه بس قد كده عليها. بس يا ستي قلبي بقى تقليبه حلوه. يا شيماء صباح الخير. صباح الخير، ازيك يا شيف هاله؟ ازيك يا شيماء، انت اللي طلبتي الوصفه امبارح يا شيمو. وانا والله سعيده جدا لذوق حضرتك والله يا شيف هاله. حبيبتي تحت امرك خالص، والله انا تحت امرك خالص لتلبيه رغبات الناس. يعني شو بقول لحضرتك؟ انا بحبك يا شيف هاله. حبيبتي يا شيمو والله ربنا يخليكي. امال انا موجوده ليه يا شيماء؟ ما انا قلت لكم اموره. ربنا يخليكي لنا كلنا يا شيف هاله، كلنا نستفيد من حضرتك يا رب ان شاء الله. ربنا يخليكي. عايزاكي تشوفي سر الصنعه بقى النهارده، سر المانع. والله انا نفسي اعرف بجد، عندي فضول ان انا اعرف ايه بقى الحاجه. ايه بقى ايه بقى ايه؟ انا عماله افكر والله من ساعتها والله بجد، كنت اقول طب ايه. ما عندكيش طب اي فكره كده جت في بالك كده ممكن تكون صح؟ فكري معانا يلا يا جماعه. يعني عماله اقول مثلا ايه هو حليب، بس مش عارفه بقى في حاجه تانية غير الحليب. لا مش حليب. انا عارفه مش حليب. فكري تاني، فكري تاني، يلا فكري بس بس خليكي معايا وشوفي ان شاء الله السر اللي هنعمله مع بعض باذن الله. اكيد اكيد مفاجاه يعني يا حبيبه قلبي، احلى مفاجاه تطلع لك احلى صينيه جلاش بامر الله ان شاء الله. يا ربنا يجزيكي الخير يا رب. تحت امرك تحت امرك، نورتيني يا شيمو. يا جماعه تحت امركم، ده انفراد لمطبخ هاله على قناه النهار. اتصلوا اطلبوا الوصفه اللي انتوا عايزينها ونعملها مع بعض. ان ما كانش الخميس بروح على طول مرحلاها لخريطه الاسبوع اللي بعد كده، يعني الاسبوع ده طلب مننا طلبات تانيه كتير هنعملها الاسبوع الجاي، وزي ما طلب مننا امبارح لقيت اكتر وصفه عليها طلبات كتير هي اللي بنعملها الخميس، والباقي بيتعمل برضو على الاسبوع الجاي ان شاء الله. كل الطلبات بتاعه الاسبوع ده نعملها الاسبوع الجاي. مش هتلاقوا حد بقى بصوا يعني كارت بلانش، يعني اؤمري يعني غمضي كده واحلمي. حطيت شويه فلفل الوان، زودوا لي اللحمه المفرومه شوفوا ازاي. وبعدين هنزل بشويه زيتون. على فكره كل دي اضافات من عندي، اضافات تحسن لي الطعم وتحسن لي الحشوه، يعني تقدري تحطيها ولا وممكن لا لو مش موجوده عندك. انا دايما بحب ايه افتح الثلاجه عندي شويه زيتون، هاتي ما يخسرش، عندي فلفل الوان وماله مش هيقول لا. نطفي النار زي الفل كده. الجبن اللي احنا قلنا عليها دي هتتحط لما افرد الحشوه في الجلاش نفسه. يلا بينا بقى نفرد ورق الجلاش. اوعى يا مو صلاح تجيب لنا دلوقتي المقادير دي. خلينا نشوقكم شويه، لازم نشوقهم يا استاذ صلاح صح؟ نجيب بقى صينيه، اشتغلي في صينيه مدوره، اشتغلي في صينيه مستطيله براحتك خالص. وزي ما قلت لكم انا النهارده شغاله هعملها بالزبده، فانت براحتك ممكن تشتغلي بالسمنه وممكن بالزبده، لكن زيت لا. ممكن ميكس يعني، ممكن زبده وزيت ماشي، ممكن سمنه وزيت، لكن زيت كده لا. يا ام جنة الخير يا ام جنة، عامله ايه؟ تسلم ايدك الحمد لله يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، عايزاكي تشوفي الجلاش يا ام جنة. والله انا عندي جلاش واللحمه متعصجه بس مش عارفه اعملها ازاي من غير لبن وبيض. بس كده طريقتك حلوه. اصبري معانا بقى كده وهتقومي تعمليها دلوقتي على طول. ما انا مستنيه حضرتك. تسلم ايدك اولا حبيبتي، ربنا يخليكي يا ام جنة، تسلمي لي يا حبيبه قلبي. بقول لحضرتك يا شيف هاله، تحت امرك، انا عايزه التتبيله اللي حضرتك عملتها في صينيه بطاطس. في صينية البطاطس اللي هي الفرخة بصينية البطاطس اللي عملناها الأسبوع ده صح؟ أوه. من عينيا الاثنين أنا ازاي لك.
بس هي فلفل الوان وطماطم متقطعه صح؟ لا مفيش فيها فلفل الوان خالص. مفيش فيها فلفل الوان. هنزلك حاضر حالا يا حبيبه قلبي. يلا بينا بقى. انا كل اللي عملته مسحه زبده اهي في الصينيه. حلو الكلام، حلو الكلام. وبعدين هروح فرده كده الجلاش بتاعنا. لما تجيبيه متجمد سيبيه يفك براحته خالص لو سمحتي. بصوا بقى يا جماعه، تعالوا نتفق على حاجه. الجلاش الحادق كل ورقتين مع بعض هعاملهم معامله الورقه الواحده. الجلاش الحادق لازم يكون ماسك نفسه شويه عن الجلاش الحلو. يعني ايه؟ يعني الجلاش الحادق كل ورقتين هديهم مسحه زبده او سمنه. في حركه هنا انا هبقى عاملاها بقى اوريها لكم دلوقتي، اللي رصت الصينيه اللي هي ايه بقى؟ الحرف ده مظبوط، الزياده مودياه هناك. طيب ادي الورقه الثانيه اللي زي ما قلت لكم كل اتنين كانهم ورقه، ادي الزياده الناحيه دي اهي، شايفين ازاي؟ وبعدين مسحه زبده. مين معانا؟ يا ام مريم اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام مريم؟ ازيك يا شيف هيل، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. صباح الفل عليكي. قولي لي تفتكري هنسال جلاش ايه؟ فكري معانا. يلا. هو انا بفكر البيكنج باودر هو اللي بيخليه يرتفع. انت قبل وبعدين كده الفطيره فيها يعني باودر. خدتيها من وصفه قبل كده، مش تفكير صح؟ الله، مش انت اللي قايله لنا وانت اللي معلمانا كده؟ جدع. امال احنا بنتعلم من مين؟ ربنا يخليكي، انت جدعه يا ام مريم. يعني دخلتي كده في ايه؟ في نص السر. ماشي. وايه تاني؟ معرفش، احنا عملنا قبل كده بيكنج باودر وسمنه، وايه تاني معرفش بقى بصراحه. بقول لك ايه، اقطعوا المكالمه، الست دي هتفتش لنا السر. ايه ده بجد صح؟ قربتي جدا، برافو عليكي. على قدي بقى يا حبيبه قلبي. صباحك زي العسل، ومتشكره جدا ان انت اتصلتي واهتميتي، اشكرك حبيبه قلبي. انا عملت ايه؟ الزياده اللي كانت هنا في اول ورقتين تنتها هي الاول كده هنا. حلو قوي كده، ماشي. يبقى اللي كانت الاولانيه خليتها على حرف الصينيه، والزياده تنتها كده بالشكل ده. الاثنين التانيين اللي هما كانهم ورقه واحده، جبت عند الثانيه ظبطت الحرف. طب بقى عندي في زياده هنا، هياخد تاني مسحه زبده واتني عليها وبس. طب عايزين نعمل قاعده نحط عليها اللحمه المفرومه. يعني احنا دايما بنشوف الشيفات، بنشوف الدنيا كلها. انا عملت كده، يلا على طول انزل بالحشوه، ابص الاقي الجلاش عندي طري واخد الحشوه وهيقع. طب اعمل ايه؟ يعني اثبته ازاي؟ اخليه كده زي بتاع الفنادق والخمس نجوم ازاي؟ بالحركه اللي هنعملها هعمل حاجه اسمها قاعده للحشوه. اللي هي ايه؟ انا كده حطيت ورقتين تحت مسحه زبده، ورقتين فوق مسحه زبده، خلاص كده كده الطبقه اللي تحت شكرا ليها. عايزه اعمل قاعده للحشوه علشان الصينيه تبقى صينيه محترمه ماسكه في بعضها وماسكه الحشوه كويس قوي. هجيب ورقه واحده اتنيها كده على بعضها من غير اي ماده دهنيه بالشكل ده، واجي في نص الصينيه واحطها كده، الله اكبر عليها. ودي من غير اي ماده دهنيه. شفتي يا استاذ صلاح ازاي؟ دي بقت القاعده بتاعت الحشوه. حطي الحشوه حتى لو هتحطي ايه ولا يهمك، عايزين نجيب حاجه ننزل بيها الحشوه. كده انا جمدت الطبقه اللي تحت، عمرها ابدا ما تدوب ولا تتقطع ولا حتى تطرى من الحشوه، حتى لو الحشوه سخنه زي كده. بصوا، عشان انا حميت الحشوه دي كلها بالحركه اللي عملتها بالقاعده دي اهو. وتفرجوا بقى على الالوان بتاعه الحشوه وجمالها. لازم افتح نفسكم النهارده على صينيه الجلاش، كله النهارده لازم يتغدى صينيه جلاش من غير لبن ولا بيض. شايفين ازاي؟ بهذا الشكل اهو. افردي بقى كده وظبطي الدنيا وتوصي بالحشوه. انت مش بتعملي حاجه سوقي، انت بتعملي حاجه بتقدميها لعيلتك واولادك. توصي زي ما انت عايزه. ميزه كمان لما بحط فلفل الوان يا جماعه والخضار والحاجات دي، بيزود لي اللحمه المفرومه. يعني لو انا عندي ربع كيلو لحمه مفرومه هزود عليه فلفل وازود عليه شويه خضار كده حلوين، وممكن ربطه بقدونس، تبص تلاقي ايه المقدار زاد. شايفين ازاي؟ اهو يا ستي، بجد انا عايزه اقول لك ان الحشوه دي تدخلها في كل الصواني. اي يعني مكرونه بشاميل تحفه، رقاق،
ماشي. سمبوسك تحفه في السمبوسك بقى، ما اقولكش على جمالها. انت هتغش مننا الوصفات. ماشي ماشي. بصوا اهم حاجه لازم اظبطها كده. يا مها صباح الفل عليكي. يا مدام مها صباح الهنا يعني عليكي يا حبيبه قلبي. معقول كده يعني؟ احنا جوعنا خالص، واحنا لسه يعني انا قلت لكم هجوعكم النهارده، النهارده. بصي المنظر جميل والله، ده روعه بصراحه. الواحد يعني مش عارفه يعمل ايه، الواحد عمال يعمل حاجات على المعمل كده. على المعمل على طول. تسلم ايدك يا حبيبتي سهاله. ربنا يخليكي. ايه لبن بقى يا سهاله ولا زبده ولا ايه؟ لا قولي كده فكري معانا. ولا لبن يعني؟ ولا لبن ولا بيض خالص النهارده، ولا مدخلين فيه لبن ولا بيض، ومع ذلك مورق وطعمه زي العسل. اه يبقى زبده بقى. ايه زبده بقى كده اكيد يعني؟ الله اعلم. لا هي زبده او سمنه، ده شغال معانا وده شغال معانا، ما عندناش مشكله. لا بس الخلطه هايله يا سهاله، الحشوه هايله. شايفه شكلها يا مدام مها؟ شايفه زي العسل. الف هنا وشفا للي ياكل يا رب. يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي. على المعمل يا مدام مها، ومستنيه تطبيقات. انا بخرج خرجش من النقاش. ايوه احنا ورانا غيره، احنا ورانا غير المعمل. والله يا رب الدنيا بطلع بقى ايه يعني، خلاص الدنيا حر ببقى اروح بطلع بس اهو يعني. حبيبتي ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. تعيشي يا حبيبتي، تعيشي ربنا يخليكي. الله يكرمك يا حبيبتي، نورتيني. تعالوا بقى دلوقتي، انا كده خلصت نص الصينيه، عايزين نقفلها. خدوا بالكم من حاجه، الحروف سايباها بصوا فاضيه ازاي بالشكل ده، يعني واخده الحشوه كلها فرداه بس سايبه الحروف كده، عشان دي هتساعدني في التقفيل. طب ايه رايك نقفل الصينيه ونطلع ولا ايه؟ ماشي. بصوا ادي اول ورقه ثبتيها كده، ما بدهنش هنا ماده دهنيه، اتفقنا بندهن كل ورقتين ورقه، صح يا استاذ صلاح؟ مركز معانا ولا لا؟ قول لي. بجد والله ما سمعتش السقفه يا عم، انا ما سمعتش. شجعني. تخيلوا بيسقف في سره، يعني هو فرحان بيسقف في سره. طب انا استفدت ايه بقى دلوقتي؟ اجيب انا كده خدت لفه يا جماعه. الله سمعت. الله يكرمكم جميعا والله. ادي كده ورقه واحده فوق اهي، شايفين الورقه الواحده مطبعه ازاي؟ ما تنفعش دي، تقطع لي الدنيا. هعمل ايه؟ ادي الورقه الثانيه عليها، دول كده كانهم ورقه واحده، بس ورقه واحده ماسكه نفسها. ظبطي بقى الطول زي بالظبط ما عملنا تحت، يعني هعمل ايه؟ هاخد كده الزياده اهي، ماشي؟ هنا الحرف وهنا الزياده، ماشي؟ وبعدين ندهن زبده. شوفوا احنا بنعمل وصفه واحده بس بنعملها باتقان، يعني وصفه واحده تطلعي بعد الحلقه على طول استاذه فيها ولا كلمه. اكتبي بقى وسجلي عندك الخطوات وسجلي المقادير، خشي على الفيديو على صفحة قناة النهار، بينزل بعد الحلقة على طول فيديو الحلقة بكل الخطوات، وعندي على صفحتي كمان على الفيسبوك شيف هلا فهمي بالعربي، تلاقوا بعد الحلقة على طول بينزل بوست بالمقادير وكمان طريقة التحضير وكل حاجة حصلت في الحلقة، كل كبيرة وصغيرة. ماشي كده؟ حلو الكلام؟ الحرف القصير فين؟ الناحية دي، والحرف الطويل وديناه هناك. نجيب ورقة نعمل العكس، يعني ايه؟ يعني هناك كده هخلي الحرف قصير، وادي الطويلة اهو الناحية دي، دي هتبقى الطبقة اللي هقفل بيها. ورقتين اهم بس يا ستي. الصينية اللي قدامي دي خدت معايا لفة ونص بالظبط عشان تبقوا عارفين، ونشيل الباقي علشان ما ينشفش، حرام نستعمله تاني. حلو كده؟ بطتي بقى كده علشان تفرد معاكي كويس قوي. تعالوا نشوف الزيادة دي هنعمل فيها ايه. هتنيها كده اهي، وهتني الحرف ده اللي قلتلكوا خلوه فاضي عشان يبقى متماسك، واقفلي كده، اقفلي اقفلي الطبقات دي كلها تحت كده، شايفين ازاي؟ اهو قفلتها. بعد ما تقفليها كده نزليها وظبطيها، شايفين خدت شكل الحرف الصينية ازاي بمنتهى البساطة خالص. التانية نفس الحكاية، ارفعي الطبقات اللي تحت. اجيبها لك هناك يا استاذ صلاح ولا ايه؟ ولا ماشي الحال؟ ها ماشي. طيب ماشي يا باشا. بصوا اهو كده، واظبطي الحرف.
الحروف بقى القصيره دي مش محتاجه خالص ظابطه. انا سايبه اللحمه المفرومه مخليه الحروف سايبه علشان دي هتمسك في بعضها في الاخر خالص. همسحها زبده وهتطلعوا فاصل ترجعوا لي نكمل بقى. بصوا اهو، والحركه دي مهمه جدا، لما تمسحيها زبده او سمنه على الوش ده كده الوش، سيبيها في الهواء شويه، لازم الماده الدهنيه تجمد مع ورق الجلاش عشان تعرفي تقطعيه زي ما هنشوف لما نرجع من الفاصل ان شاء الله. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. عملنا صينيه الجلاش وقفلناها زي ما شفتوا بالجمال والسهوله دي، يهمني بس ان الفكره كلها توصل لكم باسهل وابسط طريقه واسهل وابسط مقادير، ده دايما اللي بنشتغل عليه في مطبخ هاله على قناتنا قناه النهار. ناس بتسالني ازاي انت مطلعه صينيه الجلاش من الصينيه قطعه واحده كده ازاي؟ يعني تعالى كده يا استاذ صلاح معانا، ازاي دي كده طالعه معاكي كده قطعه واحده ومع انك مقطعاها؟ ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل بقى يا ستي لما يكون عندك عزومه وعايزه تطلعي صينيه الجلاش بالشكل ده، اقطعها ازاي وهي نيه؟ اول سر معايا واول تكايه معايا لما احط سمنه او زبده على الوش في الاخر خالص اسيبها في الهواء شويه، ايه اللي بيحصل؟ الماده الدهنيه بتنشف فبتشد لي الورق اللي على الوش، فلما اجي اقطع يتقطع معايا بمنتهى السهوله، ما يروحش ويجي مع السكينه. شفت يا استاذ صلاح؟ يعني حاجه بسيطه جدا بس مهمه قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما اجي اقطعها دلوقتي يا دوبك السكينه توصل للحمه المفرومه بس، ما توصلش للطبقه اللي تحت. الطبقه اللي تحت هتمسك لي الصينيه زي اللي شفناها المستويه دي، فالتقطيع يبقى في الطبقه اللي فوق لغايه الحشوه. يعني ايه الكلام ده؟ هاجي كده هنا، وخدوا بالكم كمان حاجه، ما ببتديش من الحرف، بسيب حته كده اهي واعمل كده. اول ما السكينه تحس باللحمه المفرومه هوب ستوب، ما توصليش لتحت اهو بالشكل ده. نعملها ايه؟ نعملها سمبوكسات مثلا اهو، دي نشتغلها سمبوكسات لغايه اللحمه المفرومه يا جماعه، لغايه الحشو وما توصليش للحروف بالشكل ده. بعد كده بقى على السفره بقى قدام الضيوف كملي التقطيع بتاعك بقى، تبقى حاجه كده عسل. عملت خطوط بالطول ورحت جايه قدامي بالعرض، انا دلوقتي هشتغل سمبوكسه اللي هو شكل الجلاش بتاع زمان. اعملي كده ماشي، فين هنا اول حرف معايا اهو، خديه اشتغلي كده. استاذ حسين يا اهلا وسهلا. اهلا بيك، صباح عليكم. صباح الفل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ حسين؟ ازي حضرتك؟ والله حضرتك يعني فن وابداع مش في اي مكان عندي شيء فعلا. بس يا رب يخليك ليا والله، ما تحرمش منك ولا منكم جميعا. ولا نتحرم منك والله العظيم يا كفايه، ربنا يديك الصحه والعافيه ودايما كده متعانا بحياتك الحلوه والافكار الجميله اللي حضرتك بتعمليها. والله ايه رايك في صينيه الجلاش النهارده بقى، شايف عامله ازاي؟ والله ده احنا في ناس جنبينا هنا دي يعني دي تاكل حاف، بيقولوا لك يا كفاله. سلم لي عليهم جميعا والله، تحياتي للجميع. الله يخليك، اصلني في طلب كده باذن الله. تحت امرك، امرني. الله يخليك يا كفاله. حضرتك في ناس شافت فيديو على اليوتيوب بتاع حضرتك على حلقه عملتيها عن الطعميه. صح، طعميه. نعمل الطعميه. كانت جميلة جدا والله يا كفالة، فقصدين حضرتك تعملها لنا. من عينيا الاثنين. حاضر والله. تسلمي لنا، تسلمي لنا يا ست الكل والله. ربنا يديك الصحة. ربنا يخليك. ربنا يخليك. خلاص انا قطعت الجلاش بالشكل ده بالمادة الدهنية اللي عليه، لو ما كناش سيبنا الزبدة شوية على الورق ما كنتش اقدر اقطعه بالشكل ده، وانا مطمنه الماده الدهنيه بتنشف تمسك الورق وتخليه ينشف معاه، اعرف اقطع بمنتهى السهوله. هنبعدها دلوقتي بقى وتعالوا ندخل على سر الصنعه بقى. هجيب بوله، هجيب دوره، اي حاجه عندك تستحمل الميه السخنه، وبعدين ربعها بس ميه مغليه. بسم الله اهو، ركزوا معايا يا جماعه، ده سرنا النهارده. شايفين ازاي؟ ربع الدورق بتاعي ميه مغليه. الميه المغليه دي هنزل فيها مكعبين مرقه. ده الكلام ده بقى ايه لو انا ما عنديش شوربه خالص،
لكن لو عندك شوربه لحمه هتبقى روعه. صينيه الجلاش هتدي طعم رهيب والله رهيب. ربع ميه مغليه وحطيت مكعبين المرقه اكسرهم كده وادوبهم. ونكلم استاذ احمد. صباح الفل يا استاذ احمد. ازيك يا استاذ احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما بخير يا رب يا حبيبي. والله ما مصدق ان انا بكلمك. ايه ده؟ قول لي تاني، ما سمعتش. مش مصدق ان انا بكلمك. ليه؟ انا موجوده اهو. بحب حضرتك والله. ربنا يخليك يا احمد بجد، ونورتني. شكرا شكرا شكرا، الف شكر. وبعدين الميه السخنه مكعبين المرقه دابوا بمنتهى السهوله فيها. ماشي. وهحط ايه تاني في الميه السخنه؟ هحط سكر، نص معلقه سكر، بتساعد على توريق الجلاش وبتديله اللون الحلو الذهبي اللي انتوا شفتوه ده دلوقتي في المستوي ده. بقى كده السكر ده بدل اللبن وبدل البيض اللي بيدي لون ذهبي، ده اللي هيلون لي طبقه الجلاش مع الماده الدهنيه اللي انا حطاها. وتعالوا لي سر الصنعه بقى النهارده، معلقه كبيره بيكنج باودر، هي دي اللي هتبقى بديل للبيض. يبقى الشوربه عندي بديل للبن وبديل احلى واطعم لصينيه الجلاش، ومعلقه كبيره بيكنج باودر في الشوربه هي بديل البيض دي اللي هتوري. بص بص المنظر، بص الفوران. المقادير اهي عشان استاذ صلاح ما مرضيش ينزلها ويضيع لكم الفكره. بصوا الفوران ده، ولازم البيكنج باودر يا جماعه ينزل والميه سخنه او الشوربه سخنه لازم عشان التفاعل. وبعد كده هروح واخده معلقه واحده بس زبده او سمنه اللي انا اشتغلت بيها في الصينيه اهي، بس قلبي وخلاص على كده. طب في سؤال هنا، هو انت ليه حطيتي ربع بس ميه سخنه؟ حطيتي فيها كل الكلام ده، وبعدين الربع الميه ده مش هيكفي الصينيه، ده انا عايزه كوبايه مليانه. ليه الميه السخنه دوبت لي السمنه، عملت لي تفاعل قوي جدا للبيكنج باودر، دوبت لي المكعبين المرقه ما بقاش ليهم اثر، ودوبت السكر. في الاول ادوب كل ده في الميه السخنه بالشكل ده، بعد كده اروح مزوداها ميه عاديه، اخلي درجه حرارتها دافيه علشان لو نزلت سخنه كده على الجلاش هتقطعه وتدوبه معانا. اكثر درجه حرارتها بميه عاديه. خلاص دي كده بقت دافيه وفي منتهى الجمال. شفت يا استاذ صلاح؟ شوف قلبي. شوفوا شكل الشوربه بقى اهو، ده سرنا النهارده. لا انا ما سمعتش كويس يا استاذه اكرام. يا صباح الفل، صباح الجمال، احلى اكرام في الدنيا والله. صباح الهنا عليكي يا ستي. الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا بدي شغاله افكر يا ترى هتحطي ايه. ايوه ايوه، يا ترى هتعمل ايه؟ طب شفتي الفكره؟ ضحكتك عسل. شفتي الفكره؟ ايه رايك بقى في فكرتنا؟ بصي الشوربه عامله ازاي. حبيبتي تسلمي يا رب. ايه رايك يا ستي؟ حضرتك حطيتي كوبايه شوربه طيب؟ عشان احنا شادين نص كوبايه. ايوه كوبايه، لا كوبايه شوربه، خليها كوبايه للصينيه عشان الصينيه تشربها كويس قوي. هي كوبايه منا بتقول لك مكتوبه كوبايه. حبيبتي تعيشي تعيشي. اقول لك يا شفاله، قولي انا معاكي حبيبه قلبي. ايه رايك لو تعمل لنا الممبار لان هو بيختم معايا في الحله؟ احنا لسه عاملينها يا اكرام، زعلتيني زعل الدنيا. ده احنا لسه عاملين احلى ممبار في الدنيا بكل تفاصيله يا حبيبتي. شوفي الحلقه. حبيبتي نورتيني. شوفي الحلقه وهتلاقي كل اللي انت عايزاه في الممبار هتلاقيه في الحلقه ان شاء الله. نسقي بقى بالراحه. خدوا بالكم انا بسقي فين؟ بسقي مكان ما السكينه نزلت، في كل الفتحات بتاعه الجلاش. النهارده صينيه الجلاش بتاعتنا دي يا جماعه غير. يلا يا باشا احنا خلصنا. بصوا ازاي اهو، كوبايه شوربه، شوربه اللحمه لو انت سالقه لحمه وخدتي كوبايه من الشوربه بتاعه اللحمه سقيتي بيها صينيه الجلاش هتدعي لي دعاء. حكايه حاجه كده وهم، او بطايه او وزه وممكن فراخ برضو. افضل اسقي لغايه ما الاقي الشوربه. بصوا بصيت لي منين اهي، اعرف كده ان الصينيه ابتدت تتشبع بالشوربه مش عايزه تاني. شكرا شكرا شكرا. حركه بسيطه قبل ما ندخلها الفرن،
اللي هي ايه بقى؟ زي ما استاذ صلاح جايبها كده، وافضل اغير في اتجاهاتها عشان كلها، بصوا اعمل كده لغايه ما الاقي الشوربه جات لي من هنا اهي، حلوه قوي، وارجع اروح مغيره الاتجاه كده تاني، وبعدين تعالي كده لغايه ما تلاقي الشوربه اهي ابتدت تبص لك، تروحي راجعه تاني اهو كده. انا ضمنت توزيع الشوربه في صينيه الجلاش كلها. اول ما اعمل الحركه دي لازم تدخل الفرن على طول، لازم، علشان الشوربه ما تبوظش ورق الجلاش. اخر مرحله معايا هي الشوربه، وعلى طول على فرن متوسط الحراره، بنشتغل فوق وتحت مع بعض، او تحت لغايه ما الاقي الحروق بتاعتها اتحمرت، اروح طافيه ومشغله الشوايه عندي، ما بتاخدش 10 دقائق بالظبط، تطلع لكم بالجمال ده. تيجي حته قبل ما نطلع فاصل، ايه رايك يا استاذ صلاح؟ يلا بينا، بسم الله. بصوا التوريقه بتاعتها كده بقى، دلوقتي شايفين انا بعمل ايه؟ بكمل التقطيع، يعني التقطيع كان في الطبقه اللي فوق لغايه ما اطلع الصينيه، وبعد كده اروح جايه بقى ايه قدام الضيوف بقى مكمله التقطيع الحلو ده، ونشيل طبقه الجلاش بتاعتنا. عايزين بس نشوف انا قطعت كده كويس فعلا ولا لا. مش شايف اهو، شوفوا الطبقه عامله ازاي، ريحتها اول ما قطعتها جميله، تفتح النفس يا استاذ صلاح والله النهارده. بصوا اهي شايفين، ولا واخده سمنه زياده ولا زبده زياده ولا ماده دهنيه زياده، اللون بتاعها شوفوا عامل ازاي، تبارك الله عليه اهو يا عم. والحشوه العالميه بتاعتها ناشفه من فوق، وطريه جدا جدا من القلب، وطريه جدا جدا من تحت، وده اللي مطلوب من الجلاش، مش مطلوب منه اكتر من كده، تبقى الطبقه مقرمشه، ما يبقاش طري ولا بايش معايا. لا بصوا استنوا كده، بص يا استاذ صلاح اسمع معايا، شفتوا الطبقه مقرمشه ازاي، وعلى العكس تماما من تحت، لو فتحتها كده هلاقيها طريه من جوه اهي زي العسل، ولا حطينا بيض ولا حطينا لبن. عايزه اقول لكم حاجه تانية كمان، الشوربه بتخلي الجلاش خفيف جدا جدا، اخف من اللبن والبيض، والشوربه بتطعم الجلاش اكتر من اللبن والبيض 100 مره. جربوها كده مره هتلاقي نفسك على طول عملتيها بالشوربه باذن الله. زي ما قلت لكم شوربه اللحمه هي احلى شوربه تطعم لنا صينيه الجلاش، او زي ما انا عملت النهارده المرقه وكل اللي حطيناه في الميه بتاعتنا السخنه. تقومي دلوقتي مالكيش حجه ما تقوليش ما عنديش شوربه، بعد الحلقه على طول اعملي احلى صينيه جلاش. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض، فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. زي ما شفنا مع بعض في الفاصل الاولاني، عملنا مع بعض صينيه الجلاش بكل الاسرار وكل التكات والفكره اللي اشتغلنا عليها النهارده، عكس تماما اللي طول عمرنا متعودين عليه من امهاتنا، ان احنا بنسقيها لبن وبيض، لا النهارده سقيناها شوربه وحبشنا الشوربه كده بطريقه معينه. عايزه اقول لكم حاجه، الحلقه دي النهارده ما كانش طالعه لاخر 5 دقايق قبل الهوا، تخيلوا يعني اول ما خلصنا النسخ والحاجه ودخلت الاوضه ولسه ببتدي بقى نحط شويه ميك اب كده عشان الكاميرا وكده، عيني فيا ودموع وعيطت ونهرت ومش عارفه افتح عيني ومش شايفه قدامي، خلاص الحلقه مش طالعه. ربنا بعت لي مين في اللحظه المناسبه؟ والله صحيح ربنا فعلا بيسبب الاسباب. دكتور صفا فتحي، دكتوره صيدلانيه واخصائيه التغذيه الاكلينيكيه، نرحب بيك يا دكتور الاول. ليه كل ده يا شيخ؟ ده انت عينيا ليكي. شويه على اللي انت عملتيه. الف سلام بجد. عليك يا رب، الف سلام عليك. والله يا جماعه يعني كلها عملت اللي ما تعمليه، اجري بسرعه على الحوض وتعالي اغسلي عينيكي، وقعدت تحط لي قطرات واطرق كورتيزون فجاه علشان بس اعرف افتح عينيا وابص قدامي،
مش عارفه اقول لك ايه والله يا حبيبتي بجد. الف سلام عليك يا قمري، وميرسي جدا على المقدمه الجميله دي، وانت زودتي فيها بزياده. اي حد يتمنى يخدمك ويعمل لك اي حاجه، يعني ازاي نسيبك تعبانه؟ انت دايما بتقولي الدكتوره الجدعه الله يخليك اللي على طول بجد والله واقفه في ظهرنا. ومش اول مره يا جماعه، قبل كده برضو كنت تعبت، مجرد بس بعت لها على الواتساب انا حاسه بكذا على طول كتبت لي اسامي الادويه. والله بجد يا جماعه دكتور صفا كلمه شكر قليله بجد والله يا حبيبتي. اشكرك حبيبه قلبي، ربنا يخليك. قولي لي بقى النهارده هنقف جنب حبايبنا اللي عايزين يخسوا ازاي؟ زي ما انا بحب كده، هم اولى بصراحه. والله العظيم صدقيني جمهورك فعلا اولى بان احنا نخليه يتعلم مواصفاتك الجميله دي، ونديله النهارده كبسوله برضو سحريه قويه جدا تعدي بيك لبر الامان. كورس تمام. الامان كورس الانقاذ السريع، زي ما حصل النهارده بسرعه بسرعه. فعلا تنقذي نفسك ازاي من السمنه بسرعه، ازاي تنقذي نفسك من مشاكل كتير جدا جدا في حياتك ممكن تكون سببها شويه يعني سكر زياده في الدم. تمام. كبسولات واعشاب ونقط عليها برضو اقوى ثلاث هدايا اللي بقالنا كتير جدا ما بننزلش بيهم، كريم وحزام التخسيس الحراري القوي جدا مع سكر الدايت. النهارده انا جايبه عرض ما يتفوتش، كبسولات واعشاب ونقط ما بتخسسش 15 كيلو بتنزل 17 كيلو. الماده الفعاله زادت، فعشان كده هو ماكسيمم ما اقدرش اخسسك في الشهر اكتر من 17 كيلو. بس انا حاطه النهارده، الناس بتستنى مني كل اثنين وخميس عرض القوي. هتعملي لنا ايه الاسبوع ده؟ وحش العروض. ما تنسيش كلمه وحش العروض. انت يا حبيبتي اللي قلتي كده، ربنا يخليكي. بس فعلا حتى انا مش هقدر اقابلهم من غير لما يكون في عندي حاجه قويه اقدمها لهم. تمام. الحزام الحراري بقى اعرض، بقى اقوى، بقى يستحمل الاوزان الكبيره جدا، مش هيعمل اي التهابات اثناء فتره الصيف. هتدهن الكريم وهتحط الحزام. كل الناس ما بتحبش كلمه حزام دي في الحر، لا معلش، هتحطه بالليل وانت نايم، مروحه موجوده والتكييف موجود، محدش عارف يعيش من غير مروحه. ده بالعكس في الحر هيبقى فعاليته اكتر طبعا. عشان الحراره والسيروليت ينزل والتعرجات في الجلد بتروح. كبسولات واعشاب ونقط مليانه المانجو الافريقي، مليانه جارسينيا. انا بكلم من حاجه هتنزل، هتنزلك من 15 كيلو ل 17 كيلو. يعني زودنا المواد الفعاله. الناس تتصل بسرعه وتقول ايه الكبسوله دكتوره صافي عملتها النهارده؟ ايه اللي انا جايه اقدمه لك النهارده؟ جايه اقدم لك حاجه اقوى من كل اسبوع، من كل مره نزلت لك فيها. لان انا مش هتنازل عن لقب وحش العروض. طبعا كلمه الهدايا احنا اللي مش هنتنازل. مش هتنازل. لا يعني لازم كل مره تحس ان انا عامله لك اوفر شديد جدا، وخصم 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 للابد. لازم تكون عارف ان احنا عارفين ان دي فتره دراسه، ان دي فتره مصاريف مدارس، ان دي فتره ضغط شديد جدا مصايف. صحيح. ففي ضغط على لود على الحاله الاقتصاديه في البيت. صحيح. فبالتالي مش هينفع نسيبك، ومش هينفع نوقف كلمه تخسيس. يلا فجري دهون حياتك، فجري لنا العرض بقى النهارده. كبسولات وعشاب، كبسولات وعشاب ونقط عليها الحزام الحراري القوي، وكريم اللينكس بكريم الترهلات وشد الجلد والتخسيس مع سكر الدايت. يا جماعه النهارده حزام مميز، جهاز جاي لك كان بالظبط جبت لك جهاز في البيت. حزام عريض كبير بيعمل حراره كانك دخلت جهاز ساونا وستيم على المناطق اللي انت شايفاها. في ناس محيط وسطها كبير جدا، الكرش بيبقى كبير جدا، ومش هتلاقي حزام يلمه. هو ده اللي هينفع معاكي. النهارده هندهن الكريم، هنستنى يوم يمتص، هروح حاطه الحزام الحراري بالليل، ما احطوش الصبح، الدنيا حر جدا الصبح، واشرب ميه كتير، واخد الكبسوله الصبح، واكل اللي الشيف هلا تعمله، ما عنديش اي مشاكل. براحتي بقى خلاص. براحتي. أيوة. انا مأمنه نفسي حتى منطقه البطن كمان امنتها، ما عنديش اي مشكله خالص. ما عنديش مشاكل خالص. انا جايه النهارده اتناقش مع ناس بتحب الاكل، ومن كتر ما بيحبوا الاكل، الاكل عامل شويه مشاكل. انا هسميها شويه مشاكل، مش هسميها امراض. لان انا دلوقتي جايبه حل سحري سريع ينقذ. الكورس المنقذ كبسولات واعشاب ونقط 17 كيلو في الشهر. حطلك المانجو الافريقي، والناس عارفين يعني ايه المانجو الافريقي. حطلك جارسينيا، حطلك كروميوم، حطلك كميه اعشاب طبيعيه 100% ملهاش اي سايد افكت، يعني ملهاش اي خطوره صحيه عليك، ولا اعراض جانبيه، ولا اعراض ولا اي اعراض جانبيه. تمام. ولا هتعمل امساك، ولا هيبقى في ديهايدريشن، يعني نشفان في الجسم، مش كافيين عالي، مش عارف انام. لا، هتبقى طبيعي جدا جدا، وهتشتغل وهتعيش يومك عادي جدا. كل اللي عليك تتصل دلوقتي
دلوقتي حالا الكبسوله اللي الدكتوره صافي قالت عليها ايه؟ لان النهارده 17 كيلو مش زي كل مره مس 15 كيلو 2 كيلو يفرقوا يفرقوا جدا طبعا ده الكيلو الفعاله الكيلو بيفرق يا دكتور المواد الفعاله قويه جدا جدا جايبين كبسوله قويه وحاطين معاها كمان خصم قوي كبسولات واعشاب ونقط بيشتغلوا مع بعض بيتنسجموا مع بعض في الجسم بيعوضوك الفيتامينات والمينرالز اللي وقعت منك اثناء ما انت حارم نفسك او اثناء ما انت يعني اغلبيه الناس اللي عندها سمنه عندها نقص فيتامين د اغلبيه الناس اللي عندها سمنه او عملت دايت كتير عندها نقص حديد كل الحاجات دي هيتعوض بالاعشاب كبسولات واعشاب ونقط تغذيه متكامله تخسيس متكامل عنايه من الالف للياء من شعرك لرجلك هتلاقي فيه اهتمام لان الميتابوليزم والحرق بيعلى جدا هتعرف تخس بعد كده كبسولات واعشاب ونقط كورس ال 17 كيلو الكورس بتاع النهارده عليه 75% خصم عليه ثلاث هدايا اكبر منه بصراحه يعني الحزام لوحده وخصوصا كمان المقاس ده المقاس كتير الكبير ما بيعرفوش ده لوحده بمبلغ كبير جدا بره يا جماعه اعملوا سيرش عليه شوفوا الحزام الاصلي مش الحزام اللي موجود في السوق بالطبقات الحراريه بتاعته شوفوه بكام لوحده هتلاقوه يمكن ضعف ثمن الكورس ده جاي لنا هديه مجانيه النهارده وكمان الكريم اللي بجزيئات الذهب اللي عمل صيحه بقى لينوكس كريم لينوكس جزيئات الذهب بيعملوه بالديرما بن وبيشدوا تجاعيد جلدهم في وشهم وما بالك ترهلات الجلد انت مش مطلوب منك حاجه تصدقي او ما تصدقيش اتصلي على طول تجري وتعفري لحد ما السمنه والدهون الزياده تنتهي انا جاي اتكلم بكل حماس عشان اللي قدامي ده ما ييأس ما يقولش ان دي كلام وخلاص يا جماعه الموضوع محتاج تجرب مره وتحافر اثنين ثلاثه واربعه هتنقذ نفسك الدهون عباره عن خنقه عباره عن سجن لصحتك سجن لحريتك لحريه لبسك لكل حاجه تقول النهارده كميه اعشاب امنه مع نقط مع كبسولات هذا العرض الثلاثي المكثف معاه هدايا شديده الحزام الحراري العريض والكريم اللينوكس الذهب مع سكر الدايت ال 50 باكت المعدل الحراري هنعودك تاخدي سكر دايت شئتي اما بيتي هتبطلي السكر الابيض هتاكلي وهتعملي وصفات الشفاهه يعني خصوصا ان هو مثلا مش مغير لي الطعم ولا مغير لي اللون هو مش فارق خالص يا جماعه بس امن اكتر من السكر الابيض بالزبط. طبعا هنعلمها ازاي تعمل تغيير في حياتها وتوفر كمان ما هي كلمه معدتك بتقل كلمه اكلي قل كلمه بدو وبطبخ كل اللي انا عايزاه وفي نفس الوقت مفيش اي تغيير في روتين حياتي تمام عليه 75% خصم التوصيل مجاني والمتابعه مجانيه زي ما الشيف هلا على طول بتحب تقول لعملائها دايما يا جماعه الشحن مجانا من غير ولا جنيه شحن جميع محافظات الجمهوريه مش بس كده المتابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى ماشيين معاكم خطوه بخطوه المتابعه مجانيه وانت قاعده في البيت عن طريق التليفون كمان الشحن مجانا يعني العرض بتاعنا النهارده اللي ب 75% خصم زائد الهدايا القويه جدا جدا اللي عليه النهارده الحزام والكريم والسكر الدايت دول كمان جايين هديه مجانيه على الكورس بتاعنا كل ده هيوصلكم النهارده الشحن مجانا من غير ولا جنيه شحن كل اللي مطلوب ايه يا دكتور نتصل على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه قولوا حالتكم قولوا معلومات عن حالتكم والفريق الطبي بقى هو اللي هيفضل معاكم خطوه بخطوه طيب احنا معانا تليفون مين معانا على التليفون استاذه نهاد استاذه نهاد ازاي حضرتك يا استاذه نهاد ازيك يا شيفهان عامله ايه الحمد لله يا حبيبتي والله العظيم كنت بتمنى ان انا اطلع مع حضرتك حلقه والله وانا اتمنى والله تنوريني ما طلعت اي مداخله ولا عمري طلعت على التلفزيون نهائي وكنت بسمعك من ايام بانوراما فوق يا حبيبتي نورتيني والله اهلا وسهلا ربنا يخليك يا رب بصي بقى باكم والحاجه الوحيده اللي في حياتي والله والله العظيم بنصح الدنيا بحالها والله ما هو كلام تلفزيون والله صدق والله صدق يا حبيبتي ما هو كلام تلفزيون ولا اي كلام انا كنت 125 كيلو وصوري كانت موجوده عند حضرتك عند الدكتوره الصوره اهي هي نايم دي صورك امر ايوه دي في كمان صور بعد الصوره السوداء دي في صور تاني خسيت اكتر كمان والله نزلت اكتر من كده انا بقالي كام اسبوع كنت 85 كيلو والله والله العظيم في اول بس عشان يبقى يمين ابتدي في الاول كنت بعمل رجيم عشان جسمي ينزل بعد كده والله باكل كل اللي نفسي فيه والله وباكل بالليل كمان وحياه ربنا باكل وانا بقالي كام شهر
والله انا عايزه اتكلم واقول كل اللي في قلبي. انا فرحانه ان انا خسيت. قولي يا ناهد يعني كل اللي عايزه تقوليه. انا يا ناس وحياه ربنا كلام ربنا يشهد عليا وانا ما بكذب والله. كمان كلام تلفزيون ولا حد قال لي حاجه ولا حد قال لي اي حاجه خالص. والله انا خسيت بالمنتجات دي وبقالي بتاع ازيد من ثلاث انا جبتهم ثلاث كورسات ومن غير اي مقابل ومن غير ما فيش حد اداني حاجه ولا حد قال لي خدي حاجه ولا قال تداني هدايا ولا في اي حاجه. كنت بدفع فلوس وكنت باخد كل عرض شك. ده يعني في شركات قبل كده يعني ماشي. انا خدت انا جبت حاجات كتير. كنت بقول عايزه ارمي فلوسي في الارض كده علشان يا حبيبتي. وحياه ربنا كنت بقول انا عايزه الحاجات بتاعتنا بس هي اللي خسستك يا ناه. وبشكر الفريق الطبي والدكتوره صفا والدكتوره هبه والله العظيم. يعني انا متابعاكم من زمان بس انا كمان عندي حاله صحيه تعبانه شويه دلوقتي وبقالي ازيد من ثلاث شهور ما خدت علاج نهائي وبلخبط في الاكل وباكل كل اللي نفسي فيه. وحياه ربنا انا بقالي الحمد لله الحمد لله والله باكل كل اللي نفسي فيه والله. ما كلمت انا فرحانه قوي وحياه ربنا انا مستنياكم من زمان. ناد انا عايزه اسالك كده كام سؤال بس ايه طولي بالك معايا شويه. اول حاجه يا حبيبتي انت نورتينا. اول حاجه لقيتي فعلا متابعه مجانيه ولقيتي اهتمام من الفريق الطبي بيتابعوا معاكي طول فتره؟ والله طيب. والله كنت برن عليهم الساعه 12 بالليل. لا والله وبيردوا عليكي يا لهوي بيردوا عليكي والله العظيم كنت برن الساعه 12 ارن الساعه 6 الصبح. يا نهار دي مواعيد يا ناس دي مواعيد دي تتكسر الفريق الطبي. بصي اصل هي بيبقى في صداقه بيني. امال انت يا بنتي مجنونه الناس تطلع. لا لا والله بيبقى الموضوع بسيط بيبقى بين الدكتور والكلاينت صداقه جميله. متجننه اهدي شويه. يعني انا كنت دايما في مشاكل بيني وبين جوزي بسبب التخن وكانت حياتي كلها متدمره بسبب التخن ده. انا والله انا مستنيه المكالمه دي من بقالي كام شهر بقالي كتير. يا حبيبه قلبك يا ريت تكلمينا. عارفه انا لو بعمل جيم عارفه انا لو بعمل جيم وبخفف اكلي أيوة. وبتابع بنظام في الاكل وحياه ربنا كنت خسيت احسن من كده واكتر من كده. والله انا مش عايزين رجيم. خليكي براحتك خليكي براحتك خالص. انا طبعا معايا جوز عيال وبعمل بقى الاكل اللي هم عايزينه. جوزي لما بيبقى هو بيبقى مسافر ولما بيجي بيبقى عايز اكل بقى طبعا. اللي هو عايز تاكل بعك بقى محمر والمشمر بقى وعيش يا ناهد بقى. والله ومشي وراك يا شيف هاله. انت بصي هتدمريه. انا يا بنتي عملت حاجه. انا يا بنتي والله انا متابعاكي من بانوراما فود وربنا يعلم انا بحبك قد ايه. بنتي نورتينا النهارده على قناه النهار ونورتي مطبخ هاله يا حبيبه قلبي. فرحانه بمكالمتك جدا جدا وزي ما انتم شفتوا يا جماعه الحمد لله بفضل الله كل كلمه بنقولها في البرنامج كل كلمه بنقولها على الهوا زي ما انتوا بتشوفوا حبايبنا ما شاء الله عليها ست زي العسل تلقائيه جدا وكلامها خارج من قلبها. فرحانه جدا جدا. طب اخبار المتابعه معاكي ايه؟ راحت ردت قالت ساعات بتصل بيهم الساعه 12 بيردوا الساعه 6 الصبح بيردوا. حقيقي فعلا اهم حاجه قالتها اللي هي تطمني وتطمن كل اللي بيتفرجوا علينا ان ما حدش قال لي كل ده وما تاكليش ده. ايوه ان ما حدش فرض عليا حاجه معينه. بالظبط. شوف احنا بنكلم ناس بيحبوا الاكل بنكلم ناس مشاكلهم الصحيه كانت بسبب الاكل. فانا لازم احل المشكله دي من غير ما اعمل انفيديشن واتدخل في حياتهم. لازم بالراحه كده افكر ازاي انا اكلك كل اللي انت عايزه واشيل اضرار هذه الوجبه. في صوره تانية هي دكتور معايا تانية بطله من الابطال. ما يقستش ومع رغم انها ست كبيره وكانت من 25 كيلو. الفكره في صوره تانية بعد دي كمان اخس من كده والله. بطنها نزلت عن كده جدا كمان وبقت 95 كيلو و في كورس واحد. انا بتكلم في كورس واحد يكفينا. بصي في الصوره الاولانيه قاعده اللي هي يعني رجلية. هي في اسباب شديده تتحرك. هي اللي بتحرك الناس دي علشان تبتدي تهتم بصحتها. بس مش لازم نتوجع او رجلنا توجعنا او يبقى في عطله في ان احنا ما نعرفش نجيب نخلف او نتجوز او تنمر. مش لازم يا جماعه تبقى الموضوع فيه مشكله كبيره صحيح. علشان اتحرك واشوف مصلحتي وصحتي. مش لازم استنى ان تحصل كارثه. ايوه ابتدي ارفع التليفون دلوقتي والموضوع لسه في ايدك والموضوع بسيط واقتصادي. كبسولات واعشاب ونقط كلها مواد طبيه امنه متفاعل معاها مينرالز يعني فيتامينات ومعادن صحيه وحاجات زي الديتوكس تنظف جسمك. هتشرب كوبايتين ميه مع الكبسوله بعد الاكل او بعد الفطار وبعدين تشرب الديتوكس اللي هو الاعشاب بالميه ومعاها كمان النقط برضو هنحط عليها مره في اليوم. وناخد بقى الحزام الصيحه في التخسيس قوي جدا بعد ما ادهن الكريم على المنطقه اللي انا عايزه اخسسها. اكبر مقاس اكبر مقاس كبيره سبيشال 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 جدا جدا النهارده. مع سكر دايت 50 كيس لازم هتمنع السكر الابيض. دي انا بقول لك اهو ده سم ابيض لازم نقلل فيه. حتى لو بتحبيه بتاخدي خمس ست معالق في كوبايه الشاي ابتدي قللي ثلاث معالق. انا عمري ما هقول للناس
بسرعه غيره، لا انا هشيل ضرر الحاجات اللي بعملها، هتشيل الضرر ده وهتخسي وهتشيلي بوابه الامراض الرهيبه وهتتغيري وبيتك هيبقى حلو، هتاكلي كويس وهتاكلي بيتك ومش هتعي وهتمنعي امراض كتيره، ضغط وسكر وخشونه وامراض مناعيه وتعلبه وتساقط شعر وحاجات كتيره جدا جدا السمنه هي سببها. يبقى لازم دلوقتي اتصل، العرض 75% خصم، ثلاث هدايا النهارده، الحزام متفعل، هدايا كبير جدا جدا للاوزان الكبيره كله، اتصل عشان يوصل الحزام والكريم والسكر الدايت. دي يا جماعه الهدايا المجانيه اللي جايه على الكورس بتاعنا النهارده اللي هو اصلا عليه خصم 75%. معانا شيماء. يا شيماء. السلام عليكم. ازيك يا شيمو؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ عامله ايه اخبارك؟ بخير يا حبيبتي والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. اتفضلي. ايه الاخبار؟ ازي دكتور صفا معانا منورانا النهارده، لو عايزه تساليها اي حاجه. تمام. خليك يا دكتور. ازيك يا شيمو عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام الحمد لله. اتفضلي. انا النهارده يعني باكد كلام حضرتك ان فعلا ده الكورس فعلا الانقاذ السريع بجد يعني. ايوه بالظبط. انا والله مجرباه. انقذك يا شيماء صح؟ انقذك في ايه بقى؟ احكي لنا بسرعه كده. عشان الوقت بس. انقذني 25 كيلو. 25 كيلو ما شاء الله. حلو جدا حلو قوي. أيوة. قوي. ومش انا بس كلها. كمان والله ده انا كمان طلبته لوالدتي ولوالدي ولاخواتي ولصحابي وجيران كتير كتير يعني. حلو. ناس كتير مجربته وبالفعل والله هو فعلا كلامها مظبوط وكلامها تمام فعلا يعني. طب الحمد لله نورتينا يا شيماء واشكرك على مداخلتك حبيبه قلبي. يبقى النهارده يا دكتور العرض بتاعنا الكورس الكامل كبسولات ونقط واعشاب عليهم خصم 75% بيغطي معايا شهر كامل، بننزل اكتر من 15 كيلو زي ما دكتور صفا قالت، بنوصل ل 17 كيلو النهارده مع الكورس بتاعنا. مش بس كده، ثلاث هدايا مجانيه جايين مع الكورس النهارده، الحزام الحراري الاصلي بالطبقات الاصليه بتاعته المقاس الكبير، كمان الكريم اللي بجزيئات الذهب اللي بدهنه على منطقه البطن واحط الحزام عليه، كمان السكر الدايت علشان نمنع خالص السكر الابيض. يبقى ثلاث هدايا جايين لي على الكورس بتاعنا، شحن مجانا، متابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى. اتصلوا على ارقام التليفونات اللي قدامكم على الشاشه عشان ان شاء الله نلحق العرض بتاعنا النهارده. دكتور صفا فتحي نورتيني. الله يخليك يا حبيبتي. بشكرك. بشكرك من قلبي على كل حاجه حصلت النهارده يا حبيبتي. اشكرك. اشكرك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، واتمنى من الله ان الحلقه كلها من اولها لاخرها تكون عجبتكم، واشوفكم على خير بقى يوم السبت ان شاء الله، ان كان لينا عمر في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده ليوم السبت هسيبكم في رعايه الله.